تقود أحزاب تونسية من بينها حزب نداء تونس مبادرة سياسية جديدة تهدف لتكوين جبهة موحدة لمنافسة حركة النهضة في الاستحقاقات الانتخابية والسياسية المقبلة. وجاءت هذه الخطوة بعد قطيعة طويلة بين المنشقين عن الحركة الدستورية في البلاد والانقسامات التي طالت حزب نداء تونس. أعتقد أنها محاولة أخيرة للم الشمل داخل هذه العائلة الوسطية الدستورية اليسارية التي أنهكتها الانقسامات. قد تكون الخطوة سابقة نوعا ما على استحقاق سبتمبر 2019، لكنها متأخرة جدا على المسار الانتقالي الديمقراطي الذي كان يفترض وجود هذه القوة منذ البداية حتى تحافظ على التوازن السياسي الذي رفع شعاره الباجي قائد السبسي منذ أسس نداء تونس في جوان 2012، وهي خطوة أعتقد أنها لن تكون أنجح من سابقاتها. وتعتبر بعض القراءات أن تغول حركة النهضة في البرلمان ودواليب الحكم قد تصعب مهمة هذه الجبهة التي تبقى عوامل نجاحها مرتبطة بمدى انسجام الأحزاب فيما بينها والنأي بها عن التجاذبات وصراع الزعامات السياسية. هي جبهة جديدة لإعادة رص صفوف التيار الحداثي في تونس، رص صفوف الجناح الحداثي في تونس، خاصة بعد تغول حركة النهضة والتي أصبحت متحكمة بشكل مفصلي في أدوات الحكم في تونس وأدوات الفعل السياسي في تونس، ووزنها البرلماني اليوم كقوة أولى ب 69، هذا فرض على هذا التيار الحداثي أن يعود إلى نقطة البداية، 2012. نداء تونس تأسس على فكرة الروافد اليسارية النقابية التجمع معين النظام السابق، اليوم في محاولة جديدة من أجل خلق توازن سياسي جديد. وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد سعى إلى لم شمل العائلة السياسية التقدمية بعد فشل معادلة الشراكة والوحدة مع حركة النهضة التي أثبتت التجربة أنها الحزب الوحيد الذي تمكن من كسب نقاط سياسية بناء على أزمة المنافسين له. هل ستتمكن هذه الجبهة السياسية الجديدة من كسب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ورأب الصدع الحزبي والسياسي في المشهد التونسي؟ سيما وأن حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي كانت المستفيدة الأول خلال السنوات الأخيرة من حالة الانقسامات والتجاذبات التي هيمنت على المشهد السياسي. نجلاء بخريس، الغد، تونس.